His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received yesterday at Shakir Palace the President and board members of the King Hamad Global Centre for Global Coexistence and members of This is Bahrain, as well as the participants in the This is Bahrain events held under the patronage of His Majesty in New York, USA, on the occasion of the launch of the King Hamad Chair for Peaceful Coexistence at La Sapienza University, which is considered a new modern scientific specialisation. بسم الله الرحمن الرحيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى. At the beginning of the reception, His Majesty the King delivered a speech on the occasion. بإلقاء كلمته السامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا هذا الذي ننتهز فرصته لنسجل تقديرنا لجهودكم المتواصلة ومساعيكم الموفقة في نشر الرسالة النبيلة لمركزنا العالمي للتعايش السلمي والعمل على تحقيق أهدافه الإنسانية التي جسدها إعلان مملكة البحرين، وتقديمه كمرجع عالمي يعمل على تعزيز قيم السلام والتسامح والتأكيد على حرية الفكر والمعتقد في إطار العيش المشترك الذي لا بديل عنه لعالم متصالح وآمن. لقد أفرحنا نجاح برنامج عملكم خلال زيارتكم الأخيرة لمدينة نيويورك وتنظيمكم للعديد من الفعاليات لتعريف المجتمع الدولي بالوجه الحضاري والتنوع الإنساني لبلدنا العزيز وبما يحمله من عمق وثراء. كما نبارك لكم بهذه المناسبة النتائج الطيبة لأعمال الندوة رفيعة المستوى التي ناقشت دور القيادات الدينية في تهيئة مجتمعات مسالمة التي جاءت مؤكدة على التزام وقدرة مملكة البحرين في دعم الأجندة التنموية الدولية والإسهام بفعالية في تحقيق السلام العالمي. ونود بهذا الخصوص أن نشير إلى الدور الرائد لأهل البحرين
في تشكيل النموذج البحريني الفريد الذي يستمد خصوصيته من مواقفهم الوطنية وإرادتهم الصلبة وقناعتهم المستنيرة، فهم على الدوام خير من يعبر عن الروح البحرينية الودودة والمتسامحة واليقظة في ذات الوقت لحصانة ومنعة المجتمع من مظاهر التطرف وتبعاته. وستعمل البحرين وبعون من القدير لتبقى موطن خير واستقرار، وسنسعى مع أصدقائنا وشركائنا ليحل السلام الشامل في العالم، وليكون الحوار والتقارب والاحترام والمحبة أساس العلاقات بين الشعوب. وكما قال تعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل الشكر والتقدير لكم مرة أخرى، وأخص بالذكر جمعية هذه البحرين على جهودها في التعريف بقصة نجاحنا الوطنية في مجال العيش المشترك، متوجها كذلك بالتهاني للبروفيسور ساجيورو على تعيين أستاذا للكرسي الأكاديمي بالجامعة الإيطالية، متمنين له النجاح في مهامه الجديدة لدعم وتطوير البحث العلمي والمعرفي في مجال تعزيز التقارب الإنساني، لمد جسور التسامح والوئام بين الشعوب، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد في سعيهم الموقر لخدمة البحرين وحمل رسالتها لخير العالم واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Then Professor Alessandro Saggioro delivered a speech in which he expressed his sincere thanks and appreciation to His Majesty the King's invitation to visit the Kingdom, along with some students from La Sapienza University. He also expressed thanks to His Majesty the King on the occasion of launching the King Hamlet Chair for Peaceful Coexistence at La Sapienza University, noting that it will play an important role in the university's future that embraces the biggest community of students and academics in Europe. He added that this will also contribute to promoting aspects of knowledge and religious sciences. The professor underscored that the activities of His Majesty's Chair, supported by the university, will be presented on three levels: a Bachelor of Science in History, Social Sciences and Religions, in addition to a Master's degree in Religious Studies and a PhD degree in Religious and Cultural Reflections. The professor invited His Majesty the King to attend the official opening ceremony of the King Hamlet Chair for Peaceful Coexistence in the Italian capital, Rome, on the 5th of November at La Sapienza University. He also lauded His Majesty's support to La Sapienza Foundation, which enabled it to hold a number of events that helped in the improvement of the university's mission to promote research, culture and excellence, in addition to the expansion of scholarships. He also expressed his thanks to the president of the Royal Charity Organisation, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, for the support provided to La Sapienza Foundation that offers all necessary assistance and supports the students facing all difficulties, praising His Majesty the King's humanitarian vision and the reflections of the Declaration of the Kingdom of Bahrain on the principle of freedom of religion that are not just abstract words, but rather an existing opportunity and a duty for all world leaders. Finally, he expressed his pride in serving under His Majesty the King's global project. Thank you.
Then, media figure Sumaya Almer delivered a speech in which she expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for the reception. She highlighted the values of coexistence and harmony between all religious groups in Bahrain, which follow the approach of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. She added that the King Hamad Chair for Peaceful Coexistence has received international recognition. Almir praised the efforts of His Majesty the King, which resulted in many achievements for the kingdom in the field of coexistence, and wished His Majesty the King abundant health and success. نحو العزة والمجد والفخار شعوب الأرض يا صاحب الجلالة يسكن الأمن والسلام أحلامهم أما نحن في مملكتك الزاهرة يرقد السلام أعماقنا ويستقر واقعنا لنكتفي بهذا الشرف بأن نعيش أسرة بحرينية حافظة للعهود حاضنة للوحدة الوطنية بعباءتها وبرايتها الخليفية بروحها وبوجدانها وباعتزاز أبنائها فنحن اليوم يا صاحب الجلالة نقف وقفة صناديد حق في كل أصقاع الأرض حاملين نموذجا فريدا في التعايش السلمي والتسامح بين الأديان والأعراق لم يأتي إلا بفضل رؤية حكيمة وبصيرة نيرة لملك من الله تعالى به على هذه الأرض الخالدة جعل من المحبة والتعايش والسلام والتسامح أسساً رصينة وركائز متينة لحكمه قولاً وعملاً سيدي يا صاحب الجلالة بالأمس القريب وقفت وفود العالم إجلالاً واحتراماً لحكمة جلالتكم عندما زينت أربقة البيت الأممي في نيويورك بإنجازاتكم في مجال التعايش السلمي فقد وضعتم النقاط على الحروف وقدمتم ما عجز عن تقديمه الآخرون وقدرتم المستقبل برؤيتكم المستنيرة حق تقدير فأشادوا بالأمن وبالاستقرار في البحرين وأكدوا بأنها من أهم الدول الجاذبة للتطور والتقدم والبناء وترسيخ السلام كما وسنشهد يا سيدي في الأيام القليلة القادمة التدشين الرسمي لإنجاز أكاديمي رائد يتمثل بإطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في أحد أعرق وأكبر جامعات أوروبا وهي جامعة سابيانزا الإيطالية التي يلتحق بها أكثر من 120 ألف طالب وطالبة الكرسي تنافس على شرف رئاسته أكبر الأساتذة الأكاديميين ليضيف تخصصاً حديثاً في قسم العلوم الإنسانية في تلك الجامعة العريقة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى إنما قدمتموه للبحرين جعلها لا تكون إلا في الصدارة وفي الريادة فردوساً يقصدها الناس من كل صوب تنصهر على أرضها كل الأعراق والأديان والمذاهب والأرواح والدماء نحو هدف واحد وهو بناء الوطن يداً بيد وساعداً بساعد يحلقون في فضاءات العالم بالعلم وبالإنجاز ويتسلحون بالسلام وبالمحبة فطوبى لراع حكم فبنى فأحكم بناءه وهنيئاً لشعب ضربت جذوره ميادين العمل وبلغت أفرعه سماء الإنجاز يقف ثابتاً بوسام عز على صدره هو اسمك يا حمد هو اسمك يا حمد شكرا The attendees and a delegation from La Sapienza University, as well as the professor of the academic chair at the university, then greeted His Majesty the King. The professor then presented the Minerva Medal from President Biagini to His Majesty the King from La Sapienza University, which symbolises wisdom and is only granted to leaders of countries. We'll be right back.
Today is a very proud day for the Kingdom of Bahrain and for His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, because here at Sakir Palace, the Professor Alessandro Saggioro from Sapienz University in Rome has come today to formally announce that the inauguration of the King Hamad Chair in Interfaith Dialogue and Peaceful Coexistence at Sapienz University will take place on the 5th of November in the historic, beautiful city of Rome. Sapienza University was formed in 1303, and this is Bahrain has worked on this for 3 years, this project for His Majesty the King, because His Majesty's visionary leadership philosophy with religious freedom and peaceful coexistence at its heart is not just a gift for Bahrain. Now we have the King Hamad Chair, which is a gift to the world from His Majesty, and the professor here today spoke so beautifully about his experiences in Bahrain and how the Bahraini society, the rich history of Bahraini's peaceful coexistence, will be a model for the world to study. And although This Is Bahrain began with international roadshows and conferences and dialogues, this has moved everything to a completely new level now. This is the world's first academic discipline in interfaith dialogue and peaceful coexistence, which shares the noble name of our King, His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. And it will be, this year will begin with 250 students from all over the world. And the disciplines to be studied will be a bachelor's degree, a master's degree, and a PhD in various different topics related to peaceful coexistence. It's a big honor to be here as a the titular of the chair in the name of His Majesty King Hamad. This chair is dedicated to a peaceful coexistence and interreligious dialogue. In Rome, Sapienza, one of the largest universities of Europe, we will teach religious pluralism and questions related to religious freedom to our students. We hope also to improve relationships with Bahrain and to build a bigger and relevant friendship between our